رياضيا قص فريقا الكونكورد وانتر كيف شريط مباريات الجولة الرابعة من الدوري الوطني لكرة القدم، وحسم التعادل الإيجابي المواجهة التي أقيمت على نجيلة ملعب الشيخة والبيدية بالعاصمة نواكشوط. نتيجة التعادل وضعت الوافد الجديد انتر كيف في المركز الثاني مؤقتا، بدوره نجح نادي الجمارك في تخطي نواكشوط كينغز بهدفين لهدف في المباراة الثانية من الجولة ذاتها. تفاصيل وفاة في هذا التقرير. هكذا افتتحت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الوطني الممتاز بدقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وتضامنا مع الأهالي في فلسطين. في مباراة جمعت بين ناديي انتو كيفا والكونكورد، الكونكورد بادر مبكرا بعد صافرة البداية بتسجيل هدف التقدم وتحديدا عند الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء عبر اللاعب بوباكار سيلا، لينتهي الشوط الأول بسيطرة الكونكورد نتيجة وأداء. أما في الشوط الثاني فدخل أبناء كيفا بحثا عن التعادل، فكان لهم ما أرادوا من كرة أسكنها الغوث سيدي عند الدقيقة 69 شباك الكونكورد، نتيجة رفع بها أبناء كيفا رصيدهم للنقطة السابعة محتلين المركز الثاني مؤقتا، بينما تقدم الكونكورد للمركز 11 برصيد نقطتين. واعتلى نادي الجمارك صدارة ترتيب الدوري بعد تخطيه نواكشوط كينغ بهدفين لهدف في المباراة الثانية ضمن نفس الجولة. كينغ كان صاحب المبادرة حيث سجل هدف التقدم عند الدقيقة 24 عبر لاعبه شيخ مبوج، بعدها بثمان دقائق أدرك الجمركيون التعادل عبر لاعبهم السنغالي أوسيونو بوديانا. وفي الشوط الثاني خطف الجمركيون هدف الفوز عند الدقيقة 65 رافعين عداد نقاطهم إلى 8، بينما تجمد رصيد ملوك العاصمة عند 7 نقاط متراجعين للمركز الثالث.